تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، انطلقت منافسات النسخة الثانية من بطولة أقوى رجل بحريني والتي تقام تحت شعار خلك وحش في حلبة البحرين الدولية. وقد أشاد سموه بالمشاركة الكبيرة التي شهدتها مسابقات الأطفال والمسابقات المصاحبة، مؤكدا سموه أن هذه البطولة تسهم في تعزيز روح التحدي والمنافسة لدى الشباب والناشئة، والذي ينعكس بصورة إيجابية في دفع الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة. وأكد سموه أن هذه البطولة تأتي في سياق توفير الأجواء المناسبة لاحتضان الشباب والناشئة بمختلف أعمارهم لاكتشاف طاقات ومواهب المشاركين، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى لتكوين جيل رياضي يمكن الاستفادة منه لتشكيل الفرق المحلية والمنتخبات الوطنية القادرة على المنافسة قاريا ودوليا. وكان سموه قد وجه لتخصيص ريع البطولة لدعم مرضى السرطان، حيث تأتي هذه البطولة ضمن مبادرات سموه لدعم المجالين الرياضي والإنساني. هذا وقد توج سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة نجلا سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقات الأطفال والمسابقات المصاحبة، والتي شهدت مشاركة كبيرة من قبل المشاركين من الشباب والناشئة. كما توج سعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر أصحاب المراكز الأولى بالمسابقات المصاحبة للكبار.